ايش هذا يا ليال؟ ليش يا ليال؟ انت ايش بك؟ ايش بك يا ليال؟ انا مو قلت لك امسحي الراج؟ ايه تقوم تمسحيه في وجه اختك؟ لا ايش بك؟ انا امسحه، انا جيت معايا. بسرعه يلا هيا امسح الراج وامسحي وجه اختك سريع، ولا تجي ولا نقطه في عينها. راح تخيل وحطت راج ثابت شفايفها، حلو حلو، وراحت حطت كمان من هذا البينك بالعود كذا عود الاذاني، وحطت وراحت مسكت وجه اختها ويلا بوسي. روحي عند ماما. قبل كم يوم بتولة شايله القلم وشاربته ومرخته في جسمها، ويلا هنا راج ازرق وهنا ازرق وهنا ازرق. والله العظيم جننوني، ما عاد صرت اقدر اصور سلام، ما عاد اقدر افتح بثوث. حرفيا انا لازم اركز معاهم، لازم انتبه لهم، لازم انتبه لهم. انا يعني هم على رقبتي امانه، لازم انا انتبه لهم. ها ايش في يا ليال؟ مو انا اقول لكم، انا ما عندي مشكلة احمل واولد 2000 مرة، بس ما اربي. تربية صعبة، كل يوم معاناة، كل يوم. الله يكون في العون بس.